Donc c'est ça l'objectif, et toutes les personnes intéressées par la cause sont les bienvenues pour... ياسمين عبد الحسن كاتبة عامة ديال الفتيات الملهمات في المغرب. الهدف من جمعية Inspiring Girls في المغرب أننا نربطوا بعض الفتيات اللي في واحد السن اللي ما بين 10 سنين و 16 عام، نربطوهم مع سيدات اللي هما نجحوا في بعض الميادين عامة، ولكن حتى ميادين مختصة اللي كنقولوا ان هاد الميادين ديال الرجال ريزيرفي اوزوم. حنا اللي بغينا نلهموا هاد الفتيات باش حتى هما يقولوا ان كل شيء ممكن، وانهم يمكن لهم يمارسوا اي مهنه في حياتهم. كنلاقيوهم وداك البنيتات كيمكن لهم يطرحوا الاسئله، وديك النتيجه اللي خصنا نخرجوا بها من هاد اللقاءات ان داك البنيته ملي كتخرج كتقول يمكن لي ندير شي حاجه، كيولي عندها هدف وكتولي عندها واحد الحلم، وكتقول ان هذا الحلم يمكن لها توصل ليه. اول اكسيون ديالنا درناها في حد براشوا، واحد تقريبا ساعه بعيده على الرباط، درناها في حد براشوا اللي جمعنا واحد العدد ديال الفتيات تما سنين عمك مختلفه، كانوا من الصغار حتى لديك 18 عام، حتى موالين الباك ياك. وهذوك البنيتات ديك لا ريجيون بالضبط فيها واحد لي بروجي ديال لا بيرماكولتور، دونك ديجا واعيين انهم خصهم يديروا شي حاجه باش ديك لا ريجيون تعيش وتحيا، لان كانت لا ريجيون كانت ديزيرتيك، كان فيها مشكل، كانت فيها لا بوفرتي. ومني داروا هاد لي بروجي دو بيرماكولتور اذا تمكناتهم انهم يحققوا بعد الثمانيات ديالهم. دونك هاد البنيتات ديجا سنسيبيليزي لانهم خصهم يديروا شي حاجه. اذا ملي شفنا داك البنيتات بدينا كنهضروا لهم على شنو يمكن لهم يديروا، وكل وحده من لي رول موديل كانت مشات معنا بشرى بيبانو اللي هي متسلقه الجبال، اول مغربيه واول عربيه في العالم اللي تسلقات 7 جبال، اللي مشات معنا جوستون باش تهضر معاهم وتفسر لهم انها فسرات لهم داك الباركور ديالها. قالت لهم حتى انا راه ملي كنت كنقول لهم غادي نتسلق الجبال الناس راه كانوا كيقولوا رانا هادي مالها، وقالت لك بالعزيمه ديالها وبالحلم ديالها، قالت هي كان حلم عندها ما بقات حتى وصلت وتسلقات داك 7 جبال. اذا البنيتات في الاخر وحده قالت لك حتى انا بغيت نولي متسلقات الجبال، اللي كانوا قريبين للباك حتى ما عندهم طموح، اللي بغات تولي طبيبه، اللي بغات تولي محاميه، كل وحده خرجت بواحد الطموح. ومن بعد جانا خبرهم ان هذوك اللي داروا، كاين شي وحدين اللي كانوا غادي يدوزوا الباك تقيدوا في لاغرونومي، علاش؟ حيت شافوا انهم عندهم واحد لامباكت بوزيتيف على لانفيرونمون ديالهم، دونك قالوا غادي نكملوا في هذا الوجهه بحال هادي. هاد البنيتات راه ماجين من واحد لو ميليو رورال اي سوسيال اللي فريمون القرايه وهادشي، البنات كيحبسوا بكري كيخرجوا بكري باش يوصلوا لهادشي، معناتها انهم شافوا هاد لو موديل اوتور دو. وباش هادشي باش نقول لكم ان الالهام حاجه مهمه، وحنا كتجينا طبيعيه، حنا اللي مثلا هنا في المدن وحنا والدينا قارين كتجينا حاجه طبيعيه اننا نقولوا بغيت نولي محامي، بغيت نولي طبيب، لان كنشوفوهم معنا. ولكن كاين شي بعد لي ريجون اللي ما كاينش هاد لي موديل، دونك حنا الهدف هو اننا نمشيو فهاد لي ميليو روغو نربطو بهاد لي رول موديل، ولكن حتى ماشي غير البنات ديال لي ميليو روغو، حتى البنات ديال المدن، كلشي معني، لاننا عندنا في المجتمع ديالنا بعد لي كرويونس ليميتونت. كنقولوا ان مثلا شي حاجه غير ديال الرجال ماشي ديال البنات، ولا كنقولوا لا بنت ملي توصل خصها صافي خصها تتزوج وما خصهاش تقرا بزاف ولا ما خصهاش. هاد لي كرويونس راه كنجبروهم في جميع المجتمعات وجميع المستويات الثقافيه والاجتماعيه. وحنا اللي بغينا نقولوا لا، راه يمكن لك هادشي، ممكن يمكن لك توصل. إذا كان عندك شي حلم خصك غير تثقي فيه وتتبعيه باش توصلي له.